وش الأخبار؟ أي أخبار؟ أم يوسف؟ ما أدري عنها. يعني ما تعرف إذا باقي مريضة؟ لا ما أدري، يعني توصلني وايد مسجات منهم ومو قاعد أفتحها، خايف. إذا خايف عطني الجوال أنا أقراهم. لا لا لا، ما يصير أصلاً، أنا مو قاعد أقراهم عشان لا يبينون الخطين الزرق، يعني ما في شيء يخليني أعرف إن أمي مريضة وما أرد عليها، يعني قصدي لما راح أرد بلسان يوسف. أنت بنت بس قاعد تتكلم بلسانه، الواضح إنك قاعد تتكلم من قلبه بعد، وخوفك على أم يوسف واضح في عيونك. أنت اللي واضح بعيونك كرهك لها. أبد، أنا ما أكرهها، هي مجرد ماضي كانت في حياة عبد المحسن. اللي المفروض يكرهها شخص واحد بس. منو؟ يوسف. أنا ما أدري وش المبرر اللي يخليها أنها تخفي عليه حقيقة أبوه 30 سنة، وتحرمه منه ومن خواته ومن العز والثروة. يعني لو ما الوصية واتصالنا فيه يمكن يقعد طول عمره ما يعرف عن شيء. أم يوسف هذه اللي أنت خايف عليها حرمت ولدها من أبوه، وما ظنيت أن يوسف ممكن يغفر لها الغلطة هذه. زين، هي ليش سوت شيء من الأساس؟ ما يعنيني. لو علي أنا ودي أن الله يطول في عمرها، لأنها خدمتني خدمة كبيرة من غير ما تعرف. عموماً حتى لو عرفوا أن ولدها فتح الرسائل وقراها من غير ما يرد، ما راح تفرق معهم، لأن هي عارفة بقرارة نفسها وش الغلطة اللي غلطتها في حقه.